FM. الكلمة ليك. كنترول زد. كنترول زد. مرحبا بلي سمعوا فينا الكل. دونك اليوم اخترنا نحكي لكم على الانترنت تاريخها. دونك تعرفش الانترنت وقتاش بدات؟ انا قلت لك بدات في البنتاغون هذول ليزاني 60 حاجه. هذا صحيح فوالا ليزاني 60 هذاك هو شنو كان اسمها. نقول لكم توت سويت ساعه تاريخ الانترنت يرجع لزمن تطوير اولى شبكات الاتصال. فكره شبكه نتاع لي بي سي تسمح لعده مستخدمين برشا بي سيات من التواصل بينات بعضهم. تطورت بخطوات ومراحل مستسلسله باش نحكي لكم بعد التسلسل الزمني بالضبط كيفاش تطورت. وبربط الشبكات فما شبكة لولانية أول ما طلعت ما كانش اسمها انترنت بيان سور، كان اسمها Network of the Networks لو ريزو دي ريزو. دونك هذا اسم لولاني متاع الانترنت. والعباد يعيطولها في اللغة العربية شبكة في العربية الفصحى، مي الاسم اللي هو تعرب سي ودخل في اللغة العربية اللي هو انترنت. دونك أول التطبيقات للفكرة هذه هي ربط حواسيب، بدأت في أواخر الخمسينات ديجا من القرن العشرين، وبدأت في الاستغلال أواخر الستينات كما قلت أنت، هو عام 1969 بالضبط بدأت شبكة الانترنت، وقت اللي قررت وزارة الدفاع الأمريكية إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة أخبا، اللي هي بدأت الانترنت اسمها أخبا نت. والأخبا هذية هي Defense Advanced Researches Project Agency. هذوما الاسامي شو ربي سبحانه. دونك الهدف نتاعها كان حماية شبكة الاتصالات وقت الحرب، ووقتها ظهرت الأخبانات وتطورت الانترنت في الثمانينات بصورة سريعة برشا. عام 1983 تقسمت الأخبانات لزوز شبكات مختلفة، شبكة أخبانات اللي هي للاستعمال المدني، والميلنات اللي هي للاستعمال العسكري، أما هما كانوا مربوطين غيرمون في بعضهم، دونك نستعملوا فيها ديما عسكريا أول ما بدأت الانترنت حتى وقت الاستعمال المدني في الثمانينات. نحكي لكم بالأرقام بالوفات بالليدات متاع التطور للانترنت حتى العام 2000 وقت انتشرت الانترنت. دونك بدات عام 1958 شركه بيل تخترع اول مودم يسمح بنقل البيانات الرقميه عبر الليني تليفونيك بالبينير. دونك اللغه الوحيده هي 0 وال1. عام 1961 ليونارد من معهد ماساتشوس للتقنيه ينشر اول بحث عن نظريه استعمال تحويل الطرود اللي هما الايميل. ممكن العباد اللي تبعث ميلوات أول ميل تبعث عام 1961. 1962 الأخبا هي وكالة وزارة الدفاع الأمريكية أدفانشت هذيك الكل فوالا. دونك تشرع في الأبحاث نتاعها، بدأت في الأبحاث نتاعها. عام 1967 أول مؤتمر حول أخبانات. 1971 23 بي سي كونكتي في أخبانات. دونك أول كونكسيون تصير في النومبر هذايا نتاع لي بي سي. 1973 لانجلتير ونرويج يربطوا يدخلوا الانترنت وفات كل بلاد فيها بي سي واحد. كل بلاد فيها بي سي واحد مربوط بالشبكه هذيا اللي هي ولات انترنت. بعد 1979 استحداث مجموعات نيو جروبس منتديات نقاش من طرف طلبه امريكيين، وهما اللي من بعد رقاو عام 1982 التي سي بي اي بي اللي هو البروتوكول المعروف، ووقتها ظهرت كلمه انترنت. دونك كلمه انترنت ظهرت عام 1982 فوالا اللي هي انتر كونكشن. انتركونيكشن معناها سي انتركونيكتي دي بي سي ولا دي ريزو في وسط بعضهم. يعني النت تعني نتورك والانتر تعني انترناسيونال، سي سا لي ريزو انتركونيكتي دي ريزو. دونك هذيك هي انترنت. عام 1983 اول ما بداو يخدموا باللي دي ان اس، تعرف باللي دي ان اس يعرف مع الاخر مستيك. دونك عام 1987 1984 1000 بي سي مربوط في العالم. عام 1987 10000 بي سي كونكتي في العالم. 1989 100000 بي سي مربوط في العالم. 1990 اختفت الاخبانات. الاخبانات اللي كانت عملتها وكالة الدفاع الامريكية اختفت وقعدت كان الانترنت. عام 1991 الاعلان على الورد وايد ويب فوالا هما WWW وهي شبكة العنكبوتية العالمية. فوالا شبكة العنكبوتية العالمية. 1992 مليون بي سي كونيكتي. 1993 بدأ المتصفح الويب اللي هما النافيغاتور اللي عنا توا الجوجل والبرشا النافيغاتور عنا. أول نافيغاتور اسمه NCSA موزايك. دونك NCSA موزايك هذا اول نافيغاتور ويب. 1996 10 ملايين بي سي مربوطين.
كونيكتي وعمل فين انتشار الانترنت في العالم اجمع والناس الكل ولات كونيكتي ولات استعمالات الانترنت ما عادش الاستعمالات العسكريه والا جوست بين البلدان ولات تنجم تعمل لي ريغيرش تلقى كل شيء كولتوريل تسمع موسيقى اليوم عندنا اليوتيوب عندنا الفيسبوك عندنا لي ريزو سوسيو معناها من عام 2000 لليوم التطورات ولات كل يوم مش كل ذات بس انا سؤال لروحنا تو تصور من الانترنت عندهم من الستينات ما بالك اليوم ايش عندهم مخبي يعني هما احنا وصلتنا الانترنت كان في التسعينات لحنا وعرفنا دي كلمة انترنت وهما عندهم ديجا 30 سنة عندهم الانترنت ما بالك هما تو في 2015 راهم باز عندهم حاجات بتاع 2040 ولا حاجة كيما هكا ديما الافكار تبدا بسيطة عندهم سورتو كي نعرفوا ثم طالب في امريكا حاب يخترع طريقة باش يتواصل مع الزملاء اخترع الفيسبوك ودي يتواصل مع الزملاء علاش علاش لونه ازرق وقتاش تعمل الفيسبوك اسكو غدوه لي ريبونس نلقاهم عندك ولا عندك حاجه اخرى تلقاهم غدوه جوستومون تلقاهم غدوه باش نحكيو على الفيسبوك وكيفاش تطور الفيسبوك ولا اليوم حاجه كي الفكره ولا الفكره بيدها حاجه تعمل كيف حاجه تعمل كيف ثم يقول لي مارك عنده عمل الوان ذاك علاش عمل لون ازرق غدوه نتاكدوا من الاجابه من عندك الكلمة ليك